راح المسموم سامرا يا مهدينا يا مهدينا يا مهدينا بحزن جينا يا مهدينا بنداءات الحيدادي نقدمها تعازينا برحيل ابن الوادي وها يصلينا بخبر موتينا عادي الصدى التوديع يدمينا بمعنى الله يا الهادي بحزن جينا يا مهدينا بنداءات الحيدادي نقدمها تعازينا برحيل ابن الجوادي وهاي الذكرى يصلينا بخبر موت ينادي الصدى التوديع يدمينا بمان الله يا الهادي يا المهدي اجينا بهالذكرى الجليلة نحملها بقلوبنا أنفاس الحليلة واسموم العظيمة بيحشانا نشيلة لو راحت مهجنا بمصاب قليلة نجدد ليلة الضرة قضي بسم الأعادي بغياب العيمة النورة دياجير سوادي تموج ابن عش سامرة وباتت بالشدادي الشمس بيها من الزهرة بمان الله يا الهادي بمان الله نجدد ليلة
ليلتي الضارة قضى بسوم الأعادي بغياب العيمة النورة بدياجير سوادي تموج بنعش سامرة وباتت بالشدادي الشمس بيها من الزهرة بمعنى الله يا سامر بتروبها نوري من المدينة من وحي النبوة والزهرة الحزينة رايح باغتراب وما يهدأ ونينا والذكرى كتبها كل شعب يقينا كل شعب بغرب تنتقل بآهة الأجل الهادي يرتحل مهدينا مهدينا ذكر القلب من حار اليصف وخضب الترب حول مآسينا بغرب تنتقل بآهة الأجل الهادي يرتحل أهدينا مهدينا ذكر القلب من حار اليصف وخضب الترب حول مآسينا أبو لي ماذا بيحل غاضرية دمي المنحر كتب أعظم رزية على الشاطر تو بسيف المنية وعلى صدرة تدوس الأعوجية أبو لي ماذا بيحل غاضرية بدمي المنحر كتب أعظم رزية على الشاطر تو بسيف المنية وعلى صدرة تدوس الأعوجية وعلى صدرة تدوس الأعوجية آلم الورى بدمه الجرى وراس بالعرق ووداج مفرية ذاب للجواهن القوى آيا نينوى والحور مسبية آلم الورى بدمه الجرى وراس بالعرق ووداج مفرية ذاب للجوى واهن القوى آيا نينوى والحور مسبي الغريب الشاغل الدنيا برحيلة الرحيلة الحير قيام العقيلة هوى وما ظن ابو فاضل يشيله هوى وما ظن ابو فاضل يشيله هوى وما ظن ابو فاضل يشيله هذا الذنب
ذبيح المجرى مصابة حاضر اغترابة هذا هون كل رزية بكل زمن مخلد هذا الغريب ما هدأ ما مات من بخل فراته هذا ريحانة الزهر الغالي من محمد هذا الذبيح المجرى مصابة حاضر اغترابة هذا هون كل رزية بكل زمن مخلد هذا الغريب المهد ما مات من بخل فراته هذا ريحانة الزهر الغالي من محمد هذا الخضيب بكربلاء ضامن دفن فسائل تغير حال ابن الحسن هذا الخضيب بكربلاء ضامن دفن رسائل طاغي رحل يا ابن الحسن هذا الرحل راس على الهوادج موكب الخوارج وعيد الشام بوصولة محمل السبية هذا الدخل راس مع السبايا مخضب الثنايا مجلس الطاغ اليزيدي وضمة رقية هذا الخضيب بكربلاء ضامن دفن رسائل طاغي رحل يا ابن الحسن هذا الخضيب بكربلاء ضامن دفن رسائل طاغي رحل يا ابن الحسن هذا الذبيح المجرى مصابة حاضر اغترابة هذا هون كل رزية بكل زمن مخلد هذا الغريب ما هدأ ما مات من بخل فراته هذا ريحانة الزهر الغالي من محمد هذا الخضيب بكربلاء ضامن دفن رسائل طاغي رحل يا ابن الحسن يا ابن الحسن هذا الرحل قاس على الهوادج موكب الخوارج وعيد الشام بوصولة محمل السبية هذا الدخل قاس مع السبايا مخضب الثنايا مجلس الطاغ اليزيدي وضمت رقية هذا الرحل قاس على الهوادج موكب الخوارج وعيد الشام بوصولة محمل السبية هذا الدخل قاس مع السبايا مخضب الثنايا مجلس الطاغ اليزيدي وضمت رقية هذا الخضيب بكربلاء ضامن دفن رسائل طاغي رحل يا ابن الحسن هذا الخضيب بكربلاء ضامن دفن رسائل طاغي رحل يا ابن الحسن بدمي عنين واسي الزهرة رحل مسموم سامي الراية مهدينا يا مهدينا يا مهدينا يا مهدينا يا مهدينا ألا يا حجة الله ويا نراك
مراجعنا بآيات كرام، وأنت بكل مجتهد بحوزات العظام، وأن الفقه متصل بذاتك للقيام. ألا يا حجة الله ويا مأوى الأنام، نراك تقى مراجعنا بآيات كرام، وأنت بكل مجتهد بحوزات العظام، وأن الفقه متصل بذاتك للقيام. نلقاك بهيا يا ابن العظماء في كل فاقه يفدى بالدماء، قد وجدنا نهج العلماء أمرا قداريا من رب السماء، مع الفقهاء آثرنا نكون مع الإمام. صراط العلم منطقنا بمذهبنا الإمام، ونرفض كل لمتبع لشيطان الظلام. مصادر دينهم فتن وأحلام المنام، لا تجدد أصل الاختلاف. آمنتم بوهم في جوف المنافي، فالباطل أملى زيف الاعتراف، والتجديد عرى وجه الانحراف، وجه الانحراف مع الفقهاء آثرنا نكون مع الإمام. صراط العلم
الحيل ممنطقونا بمذهبنا الإمامي ونرفض كل متبع لشيطان الظلام. مصادر دينهم فتن وأحلام المنام. لا تجدد يلغي أصل الاختلاف. آمنتم بوهم في جوف المنافي فالباطل أملى زيف الاعتراف. والتجريد عرى وجه الانحراف. والتجريد عرى إن هدينا قائم على سادة العلا. نرفض أوهام ليس من سعى باطلا دعا أنه ادعى ينسج أحلام. إن هدينا قائم على سادة العلا. نرفض أوهام ليس من سعى باطلا دعا أنه ادعى ينسج أحلام. فهذا الشرع من رب السماء له قد سفكت خير الدماء. إمامي أصل الانتماء. إمامي أصل الانتماء. إمامي أصل الانتماء. وعيون ربا واثق الإبا ليل في دجتبا صبرا وإصرارا ندحر الفتن نخلع الوهن صاحب الزمن نهوى كأحرار. أشيقناك قد أتات الطهارة وما زلت إلى الفتح منارة. من الزهراء تأتينا بشارة فلن يخدعنا زيف السفارة. فلن يخدعنا زيف السفارة. وعيونا ربا واثق الإبا ليل في دجتبا صبرا وإصرارا ندحر الفتن نخلع الوهن صاحب الزمن نهوى كأحرار. عشيقناك قد عصات الطهارة وما زلت إلى الفتح منارة. من الزهراء تأتينا بشارة فلن يخدعنا زيف السفارة. فلن يخدعنا زيف السفارة. هذا ولاء الحق من محمد وبنا تخلت
راسخ في القلب لن تنزعه أمية، فرض على أمتنا المجيدة، إنها العقيدة من ظهور المصطفى طلعت البهية. هذا الولاء صادح مدى الزمان، مدى الظهور سيدي يا ابن الحسن. هذا الولاء صادح مدى الزمان، مدى الظهور سيدي يا ابن الحسن. أضحى هواك قبلة الحيارة، أيها البشارة ودعاء الغوث في كل اللغات أقبل. يا يوسف الزهرائي وانتظرنا صبحك انتظرنا، أفلا تسمع ثأرات الحسين عجل. هذا الولاء صادح مدى الزمان، مدى الظهور سيدي يا ابن الحسن. هذا الولاء صادح مدى الزمان، مدى الظهور سيدي أضحى هواك قبلة الحيارة، أيها البشارة ودعاء الغوث في كل اللغات أقبل. يا يوسف الزهراء وانتظرنا صبحك انتظرنا، أفلا تسمع ثقات الحسين عجل. هذا الولاء صادح مدى الزمان، مدى الظهور سيدي يا ابن الحسن. انكم انكم هذا الولاء صادح مدى الزمان، مدى الظهور سيدي يا ابن الحسن. هذا ولاء الحق من محمد، وبنا تخلت راسخ في القلب لن تنزعه أمية، فرض على أمتنا المجيدة، إنها العقيدة من ظهور المصطفى طلعت البهية. هذا الولاء صادح مدى الزمان، مدى الظهور سيدي أضحى هواك قبلة الحيارة، أيها البشارة ودعاء الغوث في كل اللغات أقبل. يا يوسف الزهراء وانتظرنا صبحك انتظرنا، أفلا تسمع ثقات الحسين عجل. أضحاها وقبلة الحيارة، أيها البشارة ودعاء الغوث في كل اللغات أقبل. يا يوسف الزهراء وانتظرنا صبحك انتظرنا، أفلا تسمع ثقات الحسين عجل. هذا الولاء صادح مدى الزمان، مدى الظهور سيدي ابن الحسن. مدى الظهور سيدي الظهور سيدي هذا ولاء الحق من محمد، وبنا تخلت راسخ في القلب لن تنزعه أمية، فرض على أمتنا المجيدة، إنها العقيدة من ظهور المصطفى طلعت البهية.
هذا ولا الحق من محمد وبنا تخلت راسخ في القلب لن تنزعه أمية فرض على أمتنا المجيدة إنها العقيدة من ظهور المصطفى للطلعة البهية هذا الولاء صادح مدى الزمان متى الظهور سيدي يا ابن الحسن متى الظهور سيدي يا ابن أضحى هواك قبلة الحيارة أيها البشارة ودعاء الغوث في كل اللغات أقبل يا يوسف الزهراء وانتظرنا صبحك انتظرنا أفلا تسمع ثرات الحسين عجل أضحى هواك قبلة الحيارة أيها البشارة ودعاء الغوث في كل اللغات أقبل يا يوسف الزهراء وانتظرنا صبحك انتظرنا أفلا تسمع ثأرات الحسين عجل هذا الولاء صادح مدى الزمان متى الظهور سيدي يا ابن الحسن متى الظهور سيدي هذا ولاء الحق من محمد وبنا تخلت راسخ في القلب لن تنزعه أمية فرض على أمتنا المجيدة إنها العقيدة من ظهور المصطفى طلعة البهية هذا الولاء صادح مدى الزمان متى الظهور سيدي أضحى هواك قبلة الحيارة أيها البشارة ودعاء الغوث في كل اللغات أقبل يا يوسف الزهراء وانتظرنا صبحك انتظرنا أفلا تسمع ثرات الحسين عجل هذا الولاء صادح مدى الزمان متى الظهور سيدي يا ابن الحسن